عسلامة حبيباتي ومرحبا بكم كالعادة والعوايد في قناتي عالم امرأة تونسية. اليوم جيتكم بفيديو جديد ودبارة جديدة وريتم جديد وروتين جديد باش نعمل معاكم لما صغيرة للدار وباش نغسلوا شوية معون وباش نطيبوا الفطور مع بعضنا. ان شاء الله يا ربي الفيديو يعجبكم وان شاء الله يا ربي تعجبكم الدبارة متاعي. واللي موش مشترك في القناة وعجبته الفيديو ما ينساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل شيء جديد نعمله. ان شاء الله يا ربي نكون في المستوى وان شاء الله ديما من حسن الى احسن. هيا مع بعضنا نعملوا لمه صغيره للدار ونغسلوا الماعون وبعدك نرجع لكم. عسلامة حبيباتي، كما تشوفوا رجعت لكم مرة أخرى. هوني عندي خرجت كعبات مرقاش وقصيت زوز كعبات بطاطا باش نعمل فريت. المرقاش متاعي باش نقليه، أما قبل ما نقليه باش نصمتو ساعة باش يخرج معناها الشحومات متاعو الكل. أنا هكي كنعمل الحقيقة، معناها ما نعرفش اسكو انتوما تعملوا كيفي ولا لا، أما أنا تعودت هكيكا وميمتي ربي فضلها عودتني إني نستعمل الطريقة هذيا. دونك باش نبداو مع بعضنا نصمتو المرقاز وباش نعملو صوص طومات نصمت عليها شوية مقرونة، وهذا هو الفطور متاعي اليوم. يا رب لله يا ربي ألف خير ونعمة. إن شاء الله حاوطة ويكا باش نبداو نطيبو مع بعضنا الفطور. هاي نشوفو، حطيت الماء يغلي كما شفتو باش نحطلو طويكا، نزيد عليه نحطلو الكعيبات مرقاز متاعنا
باش معناها نصمتهم، نحي لهم الشحم نتاعهم قبل ما نقليهم. بسم الله. نحطهم على نار متوسطة ومن بعد نغطيهم ونخليهم يطيبوا في عقلهم. حبيباتي كما شفتوا جيت هوني للصوص طومات نتاع المقارونة، قصيت شوية بصل وزيت باش نحطهم يتقليو مع بعضهم. باش نزيدهم شوية كركم وفلفل أكحل وملح وفلفل أحمر وإلا فلفل زينة. ونخلطه نخليهم يتقلوا شوية حتى نكشي البصل يذوب شوية هكا يتذبل. زدت حطيت شوية ماء نكتة ماء من با مغرفة هكا متاع ماكلة. وتويكا باش نحط الطماطم تاعي، هذه شوية طماطم كعب معنى طماطم خضراء معجونة، وباش ناخو الطماطم نتاع الحكة هكا. حبيبتي مانيش باش نطيب انا برشا مقارونة هكا متاع صحي، يعني معناها مغرفة طماطم نورمالمون هذيك كافية. نخلطو حبيباتي، نقعدوا نخلطوا هكا شويه ونعاودوا. والماء معناها في العاده ما نحطوش برشا، ديما كي نحطوها هكا معناها شربت الماء نتاعها شويه نزيدوها بشويه بشويه، مش شكلي ناخذوا نمرقوا هكا بالقدس، فهمت؟ بشويه بشويه ماء حتى نكش الطماطم نتاعنا تتنحى هكا القروصيه نتاعها. ومن بعد باش نزيدوها شويه شويه ثوم والتابل والرند نتاعنا، وذاك هو ناكلو بالصحه والعافيه. حبيباتي كما العاده باش نزيدو شويه ماء، نزيدو شويه ماء هكا ونحطو الثوم نتاعنا. باش نزيدو ورقة رند وشوية تابل هكا، آخر حاجة الحقيقة هذه حويجة هكا لمسة كما نقولوها بيرسونيل، شوية كليل وزعتر هكا في الأخر بالكل باش يسيب النكهه نتاعو. صدقوني كي نعمل الصوص طومات معناها تلقاها بلا حتى شيء هكا، مع نصمت عليها شويه مقارونه نحط شويه الكليل وكالزعتر هذيك، كان تشوفوا حبيباتي بنه على بنه تجي بنينه مش نورمال. اما راهو الكليل والزعتر نحطو كان في كي تلقاها الصوص وحدها بلاش حتى شيء، اما كي نحط اللحم والا دجاج والا فرويد مير والا اي حاجه اخرى ما نحطوش. كما شفتوا هكا الصوص نتاعنا براتيكمون حضرت، نستناوها حتى اللي نكش تشد روحها وتنشح من الماء، وكهو ناكلوا بالصحه والعافيه. نصمتوا عليها المقارونه، هاو باش نوريكم كيفاش باش نصمت، باش نتبعوا الفطور نتاعي اليوم ايتاب بار ايتاب ان شاء الله. دونك استناوني هاني رجعت لكم. حبيباتي كملت الصوص نتاع المقارونه، حطيتها على شيره ورجعت لكم تويكا للمرقاز. كما تشوفوا فيه قاعد باقي يتصمت، معناها نحط المرقاز يطيب لو طون اللي نطيب المقارونه، الصوص خفيفه وما تاكلش ما تاخذش معانا برشا وقت كما شفتوها. كما لاحظتوا حبيباتي الكعيبات المرقاز نتاعنا مش كما حطيناهم كما قيناهم، شوفوا معناها الحجم نتاع الكعبه المرقاز صغر، معناها بالحق هذايا دليل اللي فيه الشحم وفيه برشا حاجات اخرى.
دونك هذاك علاش الحقيقه انا سورتو المرقاز ديما نشمتو قبل باش نحيلو الشحومات بتاعو، وبعديك كي نقليه تلقاه بنين بنين على الاخر. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الفكره هذه، وان شاء الله تجربوها، وكان جربتوها قولوا لي في التعليقات بتاعكم اذا ندرى فكره باهيه والا لا. بيتي هوني كما تشوفوا جيت حطيت الماء نتاع المقرونه باش يغلي، باش نشمتو المقرونه، باش نحط فيه سن ثوم وورق قرنط، ونقعد نستناو حتى الماء يخو يغلي باش نشمتو المقرونه نتاعنا. وهوني باش نرجع بكم للمرقاز، هاو ديجا قاعد باقي يغلي، باش نزيدو شويه ونهبطوه من فوق الغاز، ونقي نغسل سامحوني نغسل القلايه نتاعي باش نحط فيها نكيت الزيت وناخو نقليه. سلي حبيبتي كما شفتوا غسلت القلاية نتاعي، حطيتها تشيح بالكدا بالكدا على خاطر اذا كان ما نشيحوهاش نحطوا الزيت بعدها ترسلوا الزيت ياخذ رشق. دونك شيحناها بالكدا وحطينا الزيت نتاعنا باش ياخو يسخن شويه، وبعد باش نحطوا كعبات المرقاز يتقلاو. باش نحط كعبات المرقاز نتاعي، بسم الله هوني حبيباتي الماء بعد ما غلي معانا باش نحطو شويه المقرونه، شويه المقرونه بسم الله هكا مش برشا، خديت تقريب ثلث رطل حاجه هكاكا، ونخلطوها في بيتي. المقرونه نتاعنا طابت، باش نجيبو تويكا نقطروها. عندي هذا الصفي هذا، بسم الله بسم الله بسم الله، ما غير ما نصبو فوقها الماء البارد خاطر نعرف برشا يشلوها بالماء بعد ما يصمتوها. انا الحقيقه ما نشللهاش على خاطر نورمالمون كي تشللها اول حاجه تتنحى القوه نتاعها، وثاني حاجه معناها تولي لك مزقزقه بالماء، وحتى في الكيت حتى كي تسقاها من بعد تقعد لك معناها مزقزقه هكا بالصوص والكل. دونك قلت لكم حبيباتي حطيت الفريتوز تسخن بالزيت نتاعها لو طون اللي باش نسقي المقرونه باش نربحوا الوقت. بيتي هذه الفريتوس بعد ما سخنت لها الزيت نتاعها، طريقة باش نحط البطاطا نتاعي،
حطيت لها شويه ملح وفلفل اكحل. في بيتي كما تشوفوا هاو الماعون كما العادة عاود تراكم، تقولش عليه لكان لا صار. نعاود نغسلو من بعضنا الماعون ونحطو الطاولة ونوريكم الفطور اللي حضرناه مع بعضنا. حبيباتي رجعت لكم بعد ما كملت حضرت الفطور متاعي، وهكا شفتوني كملت غسلت الماعون وخلميت الحوصه الكل ليكا تويكا، حطيت الطويله وحضرت هكا صحينه هكايا باش نمشي ونفطر ان شاء الله. وان شاء الله يا ربي الفيديو متاع اليوم يكون نال اعجابكم، وان شاء الله كان عجبكم الفيديو متاع اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل حاجة جديدة ان نهبطها. وان شاء الله يا ربي ديما من حسن الى احسن، وديما نحاول اني نطور في الفيديوهات متاعي كما شفتوا. معناها اليوم عملت لكم روتين كامل وبالفطور وبكل شيء. ان شاء الله يا ربي ديما نكون من حسن الى احسن وديما نعجبكم. انتم صدقوني معناها في مقام اخواتي والله ما غير حتى ما نعرفكم، نحبكم على الاخر وبالتفاعلات متاعكم. وما تنساوش زادة كيف كيف لي جيم ولي كومونتير، تعطيوني تعاليقكم وتعطيوني ارائكم سواء بالباهي ولا بالخايب، مش مشكله. الفايده انكم توصلوا لي صوتكم ونتفاعلوا مع بعضنا، ويا رب ان شاء الله ديما تكونوا بصحه وعافيه. باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد.